مباراة المصري البورسعيد واوغندا ريف اوت في كاس الاتحاد الافريقي. نرجو منكم لا تنسوا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة. المباراة الحاسمة والفاصلة في الأدوار 32 والمرور الأدوار 16 دور المجموعات. مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 0 لمثله. مباراة الإياب سوف يستقبل ملعب ألكسندريا ستاديوم. أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون كالتالي: في الساعة 7 بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 6 بكل من توقيت المغرب والجزائر وتونس. أما بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة، قناة الوطنية 2 وأيضا بين سبورت الناقل الحصري لهذه المباراة في كأس الاتحاد الأفريقي بين المصري وأوغندا ريف أوت. نتمنى لهم الحظ الموفق والتعاون للأدوار 16. ولا تنسوا أعزائي الكرام الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة دائما وتفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وشكرا لكم.